انا احب اللي عندهم ثروات، الطفاره ما احبهم. اصدقائي من رجال الاعمال، تدري كم قيمتهم؟ 150 مليار. محمد مهدي ظافر الدريم العرجان، خوي التجار، طيب الاخويته زادك اقبل سبحانه. وانا على قوة الشاعر، انا رصيدي خوتي للمطاليق، من الجنوب الى ضواحي حولي. اول واحد تشرفت بخوته فهد بن عبد العزيز العجلان، تعرفت عليه في مناسبه كان فيها مجتمع رجال اعمال، والله بيض وجه اللي تسبب في المعرفه. تعرفت عليه ومعرفه السعد، ودخل علينا قالوا هذا عضو شرف نادي النصر، رجل الاعمال فهد بن عبد العزيز العجلان، رئيس المدير التنفيذي لمجموعه عجلان واخوانه، اخو عجلان العجلان. قلت يا مرحبا ومسهلا، والطيب ودي اطمع بخوته. يوم قلت طال عمرك واسلم عليه، قلت طال عمرك، ترى خوتك مكسب، الرجال يحبون الطيب اللي مثلك شرف، يناديني اروح معه في كل مكان. اخرها هام سنويه، على شرها جتني والله بيض وجهه ويجعل والدي في الجنه، عبد العزيز بن فهد عطاني فوق المليون. خير من الله، تبيها بالريال ولا بالدولار؟ تدري اني الحين جايك في اللقاء ولا املك ولا ريال، والله ما عندي ولا ريال، اقسم بجلال الله، كل ما املك اللي تعبت عليه طول السنوات اني جامع لرضا امي، ابيها تصير اسعد ام في الحياه. اصدقائي من رجال الاعمال، تدري كم قيمتهم؟ 150 مليار. باذن الله اني عقب 5 سنوات باذن الله تطلق علي رجل الاعمال. انا افكر شو اسمه اني ارتب جدولي من اليوم رايح، لاني خويت صديق لي مرتب جدوله في الحياه، وهو تاج الراس، اخوي الكبير اللي افتخر به يزيد الراجحي، ومنظم جدوله لمده شهر. فانا افكر ارتب جدولي، روتيني اليوم يطال عمرك، اقوم الساعه 8 الصباح تسقي قهوتي المفضله، واسير مع اصدقائي رجال الاعمال، يعني اوجب فلان اجي في شركته بنص ساعه ساعه، يمكن عنده شغله انا وياه نروح نخلصها، ثم نروح للثاني، وعندي بعض الاشغال اللي خلصها لي انا شخصيا. وبعض التجار ان شافك شوي يعني ان شافك تجامل بزياده وذا ضغط عليك رصك زياده، وبعضهم والله لو تشله يوميا لو تمجد به يوميا انه ما يثمر فيه العلم الطيب. بعضهم لا شافك قدام المناسبات، انا هذول اللي واحد من البيئه شافهم في المناسبات الاشياء عطاها وضعيه اللي ما كانه ما يعرفك، هذا يسبب لي القيلون ما يعرفك، ولا طلعت المناسبه دق عليك. لا يا اخوي، قدرني قدام الرجال وانا اقدرك، عرفت على النقو على الوضوح. بس ابشرك انا سويت لهم شو اسمه السوفت وير، سويت لهم سوفت وير، حصيت الطيب و اللي غير الطيب خليته على جنب. والله جبلتها طيبه، ان جاك واحد وهو يقدر عليها التاجر ولا جيته بوقت موفق قضى لزومه ويسر امره. ترى بعض التجار والله يشوفوا بعضهم يتكلمون في مواقع التواصل انها خوي التجار يدور الدراهم، الفاظ سيئة عاد كلنا عاد الفاظه. والله بعض رجال الاعمال نواجههم المجتمعات هم يملكون مليارات، ولا بيني وبينهم علاقه، ما اروح اقط وجهي عليه، يخطي علي ولا يقول ما بيك ولا شيء، ما اقط وجهي عليه، لا سلم وبادر بالطيب من عنده، ولا شفت له وقت نسلم عليه ويجي بيني وبينه الكلام الطيب تقبلته ورحت له، بادرت من عندي ولا بادر من عنده. لكن والله بعض التجار اقسم بجلال الله اللي خلقني وخلقكم انه ما دخل المخباي ريال واحد منه، هو ثري مليارات، ما دخل مخباي واحد، بس اني جيت بوجاهه ولا جيت بموضوع انساني ولا موضوع شخصي لي قضاه بوجاهته وقدرته، سواء في قطاعه او في شركته او وجاهته عند شخص معين. في احد يواصل يساعدك يدخل يعرفك بال يدك بالدكاتره الطيبه؟ واجد الطيبين اللي يحط الدكاتره الطيبه، واجد عكسهم اللي كانوا من اول ينظرون لك بنظره ما يبيك تقرب من رجل الاعمال اللي انت اللي هو معه، ولا سواء اي واحد من افراد المجتمع ما يبيك تقرب منه لان عنده مال ولا عنده وجاهه، ما يبيك تقرب. الحين اللهم لك الحمد والشكر، نمر من عنده وقدها نعرفه معزبه ولا نعرف الشخص اللي هو عنده. انا ولدي طال عمرك عجلان، هذا طال عمرك على عجلان العجلان ابو سعد، الله يبيض وجهه ووجه من يسمع، والثاني على فهد بن حثنين الشيخ رئيس نادي البل، والثالث على النجم الراليات صاحب المواقف المشرفة وصاحب الإنجازات يزيد محمد الراجي.
على قولتهم سمهم على الطيب يسرون مثل يمشون على منهجه. في مقابل التسمية؟ ما أكيد ما في حاجة اللي يبي مغفرة. لبك أبدو كبد بيك هذا تنطبق. أقول الحين والله أني بعض الأحيان أقسم بجلاله يا أخوي الغالي أني بعض الأحيان لا سمعتها أني ما عاد بيها، وأقول هذا يقولون لها عرب وتقبلها منهم. بعض الأشخاص يجوني أطفال ويجوني يصورونها لبك أبدو كبد بيك، خذوها بعض أفراد مجتمع أنها لا قالها الدرايم خلاص أنك ثري ولا غني. نعم صحيح، أنا أقول لك إياها من الحان محمد الدرايم، أقول لك إياها إذا تعدى حسابك 100 مليون أعطيك وتر غير الوتر اللي مثلا أقول لك الحين أنت لبك أبدو كبد بيك عادية ترى، بس لكنك رجل أعمال لبه والله كبدك كبد بيك. في الختام يعطيك العافية ما قصر. وياك الله يطول عمرك وليش شرب ظهوري معك اليوم أنت والأخوان وأتشرب لقائي معكم. بس يضل الله وجهك، شكرا لك.